يلا نغني سوا. اليوم الحلقة عن جد كتير كتير حماسية، مبسوطة كتير باتصالكم، فيكم تتصلوا فينا. ايه؟ على مريان تمام، شو عم تعملي هون؟ يلا نغني سوا، عم كمل الحلقة. بس صارت الساعة 8 وهلأ صار موعد مني إلك. ماما أنا عارفة هاي. طب في رني معكم؟ أكيد بتنوري الحلقة. أوكي يلا. طب زنريك ينطقون بجبروتك يتكلمون. ملكك ملك كل دور وسلطانك في كل دور فدور دور فدور. ملك كل دور وسلطانك في كل دور فدور دور فدور. أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، ومراحمك على كل أعمالك.
يا رب من مجدك ومن سبحك. أنت قدوس رائع ألصق من الأخ خير فيه ملك الملوك ورب الأرباب. من حبك من مجدك من عظمك. أنت حنون، أنت بي، أنت بتحس بأوجاعنا، أنت طببت جروحاتنا وبعدك عم بتطبب، أنت شفيتنا وبعلن هيدا الشفاء للأبد. شفيتني يا رب من عقدي، من جروحاتي، من كل شيء يا رب. بشهد بصرخ يا رب مثل ما الأبرص عشرة شفيت عشرة يا رب، رجع واحد. أنا بفتخر إنه بقوتك بالروح القدس رجعتني تأشهد قدام كل الناس بحبك بحبك بحبك، وبشكرك لأنه شفيتني وشفيتني ورح تشفي. وكل واحد عم يسمع بيعرف إنه اسم يسوع قدوس، تستطيع كل شيء وتصنع العجائب. أنا المشي، أنا المكسور، أنا المجروح، أنا اللي بدي طبيب. أنت كنت الطبيب الشافي إلي، لمريان، لتمار، لنور، لجيمي، لجويس، لكل الأشخاص يا رب اللي بيعلنوا اسمك ما بيستحوا فيك وبيأمنوا فيك. أنت شفيتنا يا رب. هالحلقة بين إيديك، أنت رح تتكلم من خلالنا بالروح القدس، وأنت رح تعزي كل إنسان عم يحضر. ولك المجد باسم الآب والابن والروح القدس إلهن واحد، أمين. كيفكن؟ نشكر الله كثير منيح، انبسطنا انه انت معنا بهالحلقه. وانا كمان مبسوط. ويمكن اليوم جويس ما بعرف اذا عم تحضرنا، انا هيك بوجه لها تحيه، بقول لها يا جويس اذا هيك بس هيك شوي كنت منا كثير مرتاحه، تعبانه مش اكثر، حبت تحضرنا من البيت. بس حلو انه عائلتنا كبيره كبيره، يعني نور وتمر العائله طبعا مني لك، نحن كلنا بقى ما بنتلبك. اللي ما طبخ اليوم بيطبخ بكره، واللي ما اكل اليوم بياكل بكره. والاجمل من هيك انه ماريان مرتي معنا. ليه انتم ما عرفتوا ليه؟ انا اقتحمت برنامج وفت عليها وكنت بالبرنامج. حبيت اقول له لانه كانت حلقه رائعه اليوم، لان صار عندنا مشاهدين كبار كمان بيعرفوا، مزبوط. تفضل رواد. وهلا عندنا مشاهدين صغار لانه هلا لحينك عم بكمل الحلقه معنا. كيفكم؟ بس بعتقد ماريانا عم بتبدل لك زياره. بتعرف عم بتطلع بنور انا وعم بحكي وعم بقول اول شيء تواضعه وعم بحكيها قدام الكل ومحبته وكيف بيساعدني، لأن نور بيحضر مرات معنا ريبوز بدي أقول له thank you. بقلك شو طلعت عم بتحك، كنت مرتاح مني بهذيك الحلقة، ما تركتك تحكي يعني ما مصدق اشي ولا شي احكي. كيفك؟ اول شيء لا اكيد مش مرتاح منك، بالعكس. لا انا ريحتك، بعرف انت بتحبني بس ما تركته يحكي. انا تمام، انت كيفكم؟ نحن منيح. تمار كيفك اليوم؟ صوتك مفتوح. عم نداوم. ايه عم نداوم. بس هيك عم بتبدله. بس انا بحب دايما حكيك، يعني بتكون تمار دايما ساكتة، بس تحكي من القلب بمحبة وبجرأة. انا بدي اقول انه امبارح كان عندي قاعدة مع تمار وهيك تعرفت عليها اكثر، قد هي انسانة رائعة، وعن جد منها لك ربح مذيعة جديدة، عندها كثير قصة هيك عميقة تقدمها وايمان حلو تقدمها. اكيد. واذا حابين نفتحك جيمي انضمي لنا احد الجاي، لان نور وتمار معنا وماريان رح تطبخ كل الطبخ. طيب لكن رح نبتدي نقول اليوم انه اكيد رح اقرب او هون بتنقشع منيح. بدي اقول اذا بتقروها عني لان ما عم بقدر اقرا، يمكن يوم السلام العالمي 2013. لا اكيد، لا سات 7، لقناه سات 7. بدي اقول انه اليوم حلقه سبيشل لكل الناس، انه نكون عم نصلي لسات 7. بتخيل انه لازم ما تكون حلقه وحده عم نصلي دائما، بعرف في كثير اشخاص بيصلوا لنا، مزبوط، بيتاتنا بيقولوا عم بيصلوا لنا، واذا قادرين نكمل اليوم لان في اشخاص دائما عم بتصلي لنا. بقى نحن اليوم ما كثير محضرين موضوع، بس رح نرنم رح نصلي. بتخيل كل واحد شو قرى من الكتاب المقدس بالاسبوع تبعه من الانجيل بيقدر نشارك على هذا الموضوع. هلا شو عندنا يا ماريان؟ عنا بدنا نشوف الكليبس اللي رح نحضرهم. على فكرة أنا متابعة كثير جيدة من لك، مش بس كرمال رواد، بس أنا بحب مضمونة أكيد. Thank you. لكن خلينا هلا نشوف شو هن الست كليبات لهالحلقة. دوادك من سنين سبح الرب يا كل أرض واحمده يا كل الشعوب. أضيع
لكن انا هلا عم بسمع الكلمه وعم بستلم من بعد كليبات عم بشجعني روات خذي سو هن 7 كليبات يا مريم دايما من غلبت 5-6 بس قد ما يكونوا اكيد اليوم رح نصلي سوا ورح نرنم سوا ورح نحضر كليبات سوا وشغله كنت هلا عم فكر فيها انه قديش الحلقه بلشت هي حلقه صلاه اليوم بس قديش حلو انه بلشنا بالشكر دايما وقت نفكر بالصلاه بنفكر يا رب طلبه 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 انما قديش نفكر وقت نفكر بالصلاه هي صلاه شكر 100% عم يضحكوا تمام كانه حكينا عن هذا الموضوع اليوم كان يوم الاحد كان عم يقود التسبيح فحكى على حكى شغله صارت معهم بالفريق التسبيح انا بحب انه يقولها كنا حلوه نور شيء حلو لا لا هي اللي صار انه نحن كنا بقلب تمرين فريق التسبيح وطلب بلشنا نصلي مع بعض فاليوم انا وعم شارك طلعت معنا ترنيمه هي ترنيمه كلها عن الشكر اسمها شكرا لانك انت سامع الصلاه شكرا لانك انت واهب الحياه اليوم كنت عم شارك الناس فحكيت نفس الفكره تقريبا انه ملاحظين انا من شخصيا انا ايام انه بيجي لعند ربنا كل وقت طلب 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 حلو انه يجي وقت نشكر الرب يجي وقت انه نكون عم نقول له شكرا يا رب لانك انت بتسمع الصلاه شكرا هي اختبار الترنيمه كيف انه كان الفريق عم يصلي هن يصلوا عن اشياء وانا صرت يعني حط هيدي الكلمات اللي هن صلوها على اللحن هيدا هو اللي صار كثير حلو بتخيل من اكثر الصلوات بتذكر انا ومريم بس نكون عم نصلي بينزلوا دموعي فيها وغريب مش صلوات اللي بكون انا تعبان فيها اكيد مرات انا وتعبان بينزلوا بس اكثر صلوات بتبكي 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 وقت اكون عم بشكر ما بعرف شو بيصير روح القدس بحس كانه بيربطني او بيغمرني من جوا بيقول لي اي لاف يو مش هيك بينزلوا دموعي لان انا هالقد عم بعظم الله وعم بحبه وعم بقول له عن تفاصيل بقى انا بنصحكم مره قائد الفريق على مده شهر لسان بوجه له تحيه قالنا وهيك مثل علمنا وذكرنا قرر انه على مده شهر بس يصلي كل يوم شكر وقال بلش اول نهار حسب ما بتذكر خبرنا القصه بتاخذ 3 دقائق 4 دقائق بتخلص شكر بعدين مع الوقت صار تطلع ما بتذكر قد ايه بس 8-9 دقائق وبعده عم يشكر وبيقول انه الاحساس كان منه عادي ليه؟ لانه كمان منكون عم ندعس الشيطان تحت اجرين الله وعم نقول له للشيطان هيش تذكرنا بالفشل وهيش تذكرنا بالاشياء اللي عايزينها بدنا نذكرك الله شو عمل معنا عبر كل هالسنين بقى كثير هيدي الشغله بقول لكم تمرنوا عليها بلشوا شكر وبالاول بتصير بتكونوا عم تحسوها صعبه بيكون في حرب علينا انه نقدر نشكر بس انا بتذكر مثلا امبارح انه مريان اجت وعم تشكر كثير الله على رفيقتها تمار عن جد كان وقت رائع لا حلو نقوله لانه مرات عن جد بناخذ من الله بيبعث لنا ناس بنحبهم انا اليوم اصريت اقول عن نور قد ايه بيساعدني وبيجي نسال بعض عم نحضر من كل حلقه لانه هيدي من الله مش انه نحن عم نعزي بعض وعم نقول شيء دنيوي الله من خلال روح القدس من خلال عم بيقول ثانك يو نور لنور ومن خلال مريان عم تشكر الرب لأن الأصدقاء اليوم قليل بهيدا الحياة والإخوة الحقيقيين الصادقين قليل بقى تجي امبارح مرتي ومن قلبها كانت عم تشكر قعدت هي وتمار نهار كامل ونكتشف شخصية بعض ونكون صادقين هيدا شيء رائع شكرا لكم رواد الرب كمان كثير بحب الشكر اليوم كنا عم نحكي بحلقة سلا نغني سوا عن العشر برص اللي شفاهم واحد منهم رجع وشكر وهو ذكر هالقصة تفاجئنا قديش هالشيء عناله وقديش بحب يسمع منا كلمة شكرا نشكر على العطايا اللي بيعطينا اياها دائما اوقات بنركز بعدين على العطية بس ننسى اللي هو اللي عم يعطي الشخص اللي عم يعطي فقديش حلو دائما نتذكر الرب ونشكره على العطايا اللي عطينا اياهم كيف ثابت انه اليوم هلا بلشنا شهر ثانكس جيفينغ بامريكا اول شهر الشكر بقى كثير حلو هلا كنت عم فكر بفيسبوك بوجه لها تحيه كثير ما بعرف اذا عم تحضرني هي بنت خالي اسمها ايمي قديش حبيت شغله عملتها من اول نوفمبر لاخره كل يوم في عندها بوست مثلا زي نمبر 1 بوست يعني مثلا كيف بحطوا تعليق بشكرك يا رب على 30 يوم عم تعمل اعلان بقى قديش حلو يا ريت نحن بنعملها هيدا وكل شخص بياخذها على عاتقه انه انا هيدا الشهر اكيد كل شهر لازم بس هيدا الشهر خصيصا رح يكون عندي شكر كل يوم على قليل الشغله بحياتي بتخيل هيك بركة اذا حكيتي على الفيسبوك نشوف شيء من الفيسبوك او من الايميل يعني قبل ما نسمع اول ترنيمة حسيت صدمتي لا ما صدمتني ابدا لا لا في ايميل صحيح أوكي. ايميل شوي طويل بس كمان عم يحكي عن الصلاه بس هو الصلاه اكثر كان اكشلي كمان شكر لانه استجابه صلاه طيب خليني الايميل هو من ميلاد كمان بنوجه لك تحيه بيقول
بواحد تيموثاوس 2:1 بيقول فاطلب اولا كل شيء ان تقام طلبات او توسلية وصلوات وابتهالات او صلوات شفاعية وتشكرات لاجل جميع الناس. رح ارجع عيدها بس، فاطلب اول كل شيء ان تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لاجل جميع الناس. وبيقول ميلاد هناك قوة كافية في داخلك لكي تحول اي وضع حولك لصالحك، ويمكنك ان تغير اي شيء بالصلاة، لان القوة الالهية الضرورية لاحداث هذا التغيير هي بالفعل في داخلك. هذا باعمال 1:8. اتذكر اختبار فتاة كانت طريحة الفراش بسبب التهاب في المفاصل منذ صغرها. هذا ميلاد عم بيشارك بهالاختبار، ولم تستطع ان تتحرك الا بالكرسي المتحرك، وكان الجزء الوحيد من جسدها الذي يمكن ان يتحرك هو عنقها، حيث ان المرض قد صلب جسدها كله، ونقلت الى خدمة شفاء. وأثناء هذا الاجتماع بكت وطلبت الرب لمعونتها. رآها آخرون وبدأوا في الصلاة من أجلها أيضا، وبينما هم يتشفعون من أجلها طلبت من سيدة بجوارها أن تساعدها على النهوض. وبالرغم من أنها كانت تشعر بثقل وألم في يديها ورجليها استطاعت أن تقف. وبينما كان الآخرون يصلون من أجلها شجعتها السيدة وقالت لا تقلقي، استمري وحركي يديك ورجليك، لقد شفاك الرب. برغم أنه كان من الصعب عليها أن تتحرك، تشجعت بإيمان أولئك الذين كانوا يصلون من أجلها، وبدأت تأخذ خطواتها، وانفجر الجميع في حمد الرب وهي تأخذ خطوة أخرى تلو الأخرى، وأمام أعينهم بدأت تركض حول الحجرة. حدث هذا فقط لأن هؤلاء المؤمنين من حولها تحركوا بتحنن للصلاة من أجلها. هناك الكثير الذين يمكننا أن نفعله ونغير في حياة الآخرين إن تشفعنا من أجلهم، وهناك الكثيرون يمرون بالألام الكثيرة الذين من أجلهم يجب أن نصلي. يقول الكتاب عن الرب يسوع إنه يرثي لضعفاتنا، وكان ينفعل بحالة الخطاة والآخرين الذين يعانون من حولك. دع ألم المسكين والمريض والمنهار يضرم التحنن في داخلك لتتشفع من أجلهم وتحدث تغييرا في حياتهم اليوم. بعرف شوية طويلة بس كتير حلوة. كمان بيطلب مرة تانية، هو عم بيشارك بصلاته الخاصة، بيقول أصلي اليوم من أجل الذين يعانون، خاصة الأطفال الصغار، المرضى والمطرودين والمتألمين والذين يعانون من أي نوع من الألم، أن تأتي إليهم المعونة والأمان والراحة والتعزية بروحك وبواسطة خدمة الملائكة، وأصلي أن يمنح لهم الإيمان والشجاعة والقوة التي يحتاجونها ليخرجوا بغلبة في اسم يسوع المسيح. كثير حلو. بدنا نقول له لكمال أنه ميلاد كمال أنه قد حلو أنه عطى وقته أصلاً تيكتب. أنا دائماً بقدر الناس أنه فيهم يحتروا وما يكونوا أبداً عم يكترسوا أو عم يعطوا من كل قلبهم. Thank you ميلاد. وعندي أنا شيء كمان بعدين عن الصلاة وأكيد كلكم. شو عنا هلأ تمار؟ أول كليب عنا كليب لجيمي صح؟ في سلام. مظبوط. في سلام. في سلام. في سلام.
اكيد برجع بذكر انه اليوم الصلاة العالمي من اجل الشرق الاوسط وشمال افريقيا. بدي اقول انه سات 7 عم تشتغل، في جنود بتصلي، في ناس بيوقفوا الحلقات وبيكملوا عم بيصلوا للاشخاص اللي عم بيشوفونا كعائله كبيره عبر العالم. ما بعرف اذا حدا عنده من كل اللي عم يحضرونا او اللي معنا بالاستوديو عنده شيء يحكي عن سات 7. انا رواد بحب شارك شوي عن شو عم شوف انه خدمه سات 7 كيدز عم تعمل بالشرق الاوسط. اليوم مثلا اجى اتصال من ام سعوديه عم تحكينا وعم تشكرني، كانت انه عم تشكر ستسمع هذا البرنامج عيالا نغني سوا، لان هن بهالمنطقه ما فين يروحوا على الكنيسه واولادهم ما فين يحضروا مدرسه احد. عم تقلنا انه نحن فيكم نشوف كان كنيسه لالها. هذا الشيء كثير شجعني وكثير انبسطت انه ايه نحن عم نعلم الاولاد، عم نعلمهم دروس، عم نعلمهم ترانيم، واللي ما عم يقدروا يروحوا على الكنيسه نحن عم نكون كنيستهم. حيلا برنامج من برامج سات 7، هالشيء كثير من ثمار عن جد رائعه لهالقناه. بدي احكي كمان خصوصا بهيدي الفتره يلي عم يمرق كثير اوضاع صعبه بمصر بسوريا وهيك، قديش كنت تحس الاولاد كل حلقه يتلفنوا ويقولوا بليز بدي تصلوا لنا سوريا، بليز بدي تصلوا لنا مصر، بحسوا في حدا عم يشعر معهم باللي هن عم يمرقوا فيه وعم بيصلي لهم. وفعلا كنا كل حلقه نصلي لهول البلدان. فعن جد هذا الشيء رائع، وانا كثير بتشجع كل ما حدا يتلفن يقول نحن عم نصلي لسات 7، لان عن جد نحن بحاجه للصلاه. وبتخيل نحن جيمي مع هيك انا بتعرفوا انا كثير كنت عم فكر انه وقتها نحن بركي ما بنشوف او ما بنسمع عن كل الناس اللي بيحضروا سات 7، بس انا اكيد انه سات 7 كل بيت عم بتفوت عليه سات 7 عم تتبارك. قديش في كثير اشخاص ان كان من سوريا ان كان من العراق، وحتى قديش انبسطت هيديك النهار في عنا تلميذ نحن طلاب سوريين عم نعلمهم لانه مس شفناك على التلفزيون. انبسطت، هاي بوجه لهم تحيه، بكون هلا نايمين لانه بكره عند المدرسه، بوجه لهم تحيه. قديش حلو انه عن جد صحيح سات 7 عم تشوف تمر، بس ممكن في تمر ما عم بتشوفه، بس عم تخليها تعرف بكامل يقين انه الرب عم يشتغل من خلال هالقناه. امين. مثل ما عم تقول، كانت عم تقول مريان انه في كثير ناس ما عم يقدروا يروحوا على الكنيسه، في كثير ناس حتى ناس جديد مثلا جايين على لبنان ما عندهم كثير ناس، ما عندهم معارف لكنايس. قديش هيدي القناه عم بتكون سبب بركه لحياتهم وسبب بركه لحياه عيالهم. بقى قديش بنصلي من اجل قناه السات 7 انه ربي يبارك ويوسع التخوم اكثر واكثر لمجده. يمكن من قصه صلاه هيك اليوم قريت شيء، بس بدي اسال نور بتامن بانه الصلاه بتعمل شفاء باسم يسوع اذا صلينا؟ اكيد بتآمن فيها. أكيد أكيد. تمر طبعا أوكي. أنا اليوم يمكن أنا ومريان كنا عم نقرأ كل يوم على بكرة، ناخد وقت سوا ونشكر الله كثير إنه عنا مرات كثير وقت حتى إذا ما قدرنا على بكرة بالليل. كنا عم نقرأ من متى 5 الإصحاح 5 وعدد 23، بيقول وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، فذاع خبره في جميع سوريا. اف هلا انتبهت لها، كل ما نقرا بننتبه على شيء. فاحضروا اليه جميع السقماء المصابين بامراض واوجاع مختلفه والمجانين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم، فتبعته جموع كثيره من الجليل والعشر المدن واورشليم واليهوديه من عبر الاردن. غريب انه كل مره بنقرا شيء ننتبه، سوريا ما كنت منتبه، بس شو انتبهت على شيء كثير حبيته وانا دائما بشاركه بحياتي. بيقول وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشاره الملكوت ويشفي كل مرض. دائما بنفكر بنوقف عن مرض، بس شيء كثير مهم، وكل ضعف في الشعب. ما في حدا يقول ما عنده ضعف. وانا الضعف فيه يقول عقد نفسيه، كل واحد عنده عقد بده الرب، الشيطان بيبرم جنازير حولنا ونحن بالصلاه بيجي الرب وبيقصقص الجنازير وبيحررنا. بقى بدي اقول انه مش بس بيشفي جسد، وانا الاصعب لإلي يشفي ضعف او عقل، لانه العقل ما له دواء. مرات معقول كاشخاص نشك انه الجسد الرب عطاهم للحكمياته ادويه، نصلي ناخذ دواء، مرات ما بناخذ بنشفى، مرات يعني هو استعمل هو الخالق استعمل يعطينا زكاة نعطي دواء بنشفى. معقول مرات الناس اللي بتشك تقول طب ما اخذ دواء وشفى لو صلينا له، بس هل العقده النفسيه والضعف اللي كل واحد بيعرف شو عنده عقده، في ناس بتخاف ينام بالليل. بعرف في صديق لنا
كثير بحبه وبوجه له تحيه ما بقول اسمه، كان يدق لي ويبعث لي مسجز مرات يقول لي انا خايف وكبير بالعمر ما بقدر نام بالليل ويكون في عتمه في شيء بحسه غريب، هيدي عقده ما بثكها ولا شيء غير يسوع المسيح. بقى بالنسبه لإلي بشجع كل الناس اليوم يقولوا واكيد رح نصلي انه اذا عندك ضعف تعلن دم يسوع المسيح واسم يسوع، اذا الشيطان قال لك لا عندك ضعف قل له يسوع بيقول، لانه نحن اليوم قرينا شو كان يسوع عم يتجرب من الشيطان وعم بيقول له دائما بالمكتوب، المكتوب يعني كلمه الله بتقول، انا بقول لك يسوع بيقول هزمه للشيطان باسم يسوع وقل له يسوع قال لي انه هو رح يشفي كل ضعف فيي وكل مرض. هذا الشيء معقول ياخذ وقت؟ في اي امثال بتقول انه وجع الجسم صعب بس وجع النفس من يحتمله، حتى الكتاب المقدس ذكرها وكل شخص بيعاني من هالشيء كلنا عانينا منه ورح ياخذ وقت تنشفى منه، ما في شيء هيك بيجي بين ليله وضحاها، بس بدنا نكون ما نكل من الصلاه وما نتعب، نضل نصلي والرب مع الوقت رح يفك هالشيء. في امور بعدكم عم بتصلوا لها؟ اكيد اكيد ما بيخلص. انا بقول انه انا كنت اقول لناس مره شخص قال لي طب امتين بدها تزبط الحياه معي، قلت له في شغله ضليت من انا وصغير يمكن قبل بسنتين من ما تجوزت صلي لها الرب استجاب. بقى بعرف انه مرات ما بدنا نوقف، مثل ما اليصابات وزكريا ضل صارت عاقر او صارت كبيره بالعمر وضلن بلا لوم، ضلن كثير منيح وطاهرين قدام الرب يخدموه 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 وعم بيصلوا تاجى نهار وبعتلن الرب باخر عمره هي وختياره بعتلن كانت عجيبه يوحنا المعمدان كان ابنهم. بقى في امور ما رح نوقف نصلي لها، بدها تواضع مزبوط قد ايه نحن بنتواضع انا وياك بين بعض، حتى كناس مجوزين بتعرفوا بنصلي لعلاقتنا بنصلي لكثير امور كثير مهمه بحياتنا، ومرات كان الشيطان في يقول في امور نستحي من بعض نصليها يعني نقولها انا قدام مرتي وهي تقولها قدامي، بس انا اخذت قرار انا ومريان انه نعلن كل اضعافنا قدام الرب بيناتنا بجسد واحد لانه الرب بحرر وكان عم بحرر وبعده عم بحرر. الشيطان بيكره كل شيء محطوط بالنور، بدنا يلا نسكت ونخبي بقلبنا لانه هو بيعرف انه بس نحكي في تحرير من الرب ومن الاشخاص اللي حواليك. كثير حلو اللي عم بتقوله، لانه هلا عم فكر في كثير اشخاص ممكن يكون عندهم هالفكره الغلط انه يا رب انا تقدر صلي لك، انا لازم اكون جاي لعندك طاهره، انا لازم اكون بدون خطيه بلا لوم، انما هو العكس هو الصحيح، مين بده يجي لعند الرب؟ نحن بنجي بنحط اثقالنا عنده، بنحط ضعفاتنا عنده، لانه قديش حلو انه الرب يقول لنا انه انا شفائي مش بس جسدي، انما انا شفائي روحي وهذا اللي بهم. بقى بنشوف الكتاب المقدس كثير دائما كان وقت يسوع يشفي مش بس يشفي الجسد، يشفي الروح، لانه هيدا كان بهمه 100%. تمار حبت تقول شيء ومسموع صوتك مسموع. لا انا يلا تمار كنت بنحكي حتى امبارح انا ومريان انه الخطوه الاولى انك تعترف بهي العقده قبل ما تبلش اصلا انه تحكي فيها او تصلي لها، يعني اذا انت بتعرف انه في عندك مشكله لازم تعترف انه هي موجوده 100%. بعدين على هالاساس انك تبلش انك تصلي او تسال حدا او تحكي مع حدا 100%. انا كثير بتحب باريكوا الروايه اعترفوا بعدكم لبعض بدلاتكم وصلوا لكي تشفوا. هذه الايه كثير مضبوطه وكثير صحيحه، مثل ما قلنا عم نحط بالنور عم نحط قدام الرب، في خي عم نكون اكاونتبل له، يعني عم بيكون كان مرشد لنا عم يعرف عم بيصير معنا وعم نصلي سوا وهيك بيجي الشيء 100%. دخلك دائما بسمع اسمك عم نحط بالنور، ما فينا نحكي عن النور في كثير ناس حلو انه اسمك وين ما كان تصور مثلا عم نحط بالرواد شو بتكون عم بالرواد عم كله نور مان ليك شو حلو ما تغير اسمك عن جد اسمه فيه كثير مسؤوليه. هل عم بتعيش بالنور يا نور؟ حسيتك مثل بعرفك ملكة هون الفلسطينيين لا هل تعيش في النور يا نور؟ نعم انت حابب تقول لنا شيء؟ شيء كثير بحبه من رساله يعقوب يمكن نصلى بالايام الجايه بس كثير بحبه، ونفس الشيء اللي حكيتوه هلا لما بيقول هيدا الاعداد الاخيره من الاصحاح الخامس لما بيقول على احد بينكم مشقات فليصلي، امسور احد فليرتل، امريض احد بينكم فليدعي شيوخ الكنيسه فيصلوا عليه ويدهنوه بالزيت وصلاه الايمان تشفي المريض، وان كان قد فعل خطيه تغفر له، اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لاجل بعض لكي تشفوا. وبعدين بيحكي عن ايليا. هلا كثير كثير انا هيدا المقطع بحبه و
كثير بقدر يعني بقدر. في ناس بتقول انه الشفاء هون قصدهم فيه عن الضعف مثل ما حكينا، في ناس بتقول الشفاء هو الشفاء الجسدي، ما بيهمني كيف جاي الشفاء هون، بس بيهمني انه انا افهم انه انا عندي ضعف. هيدي حقيقة ايام ابليس بيخفيها عنا كلياتنا، انا وياما وقعان فيها. ياما بيكون الضعف ايام لما بنحكي حتى عن الضعف الناس بتفكر اشياء بنعاني منها او عادات، ايام ممكن يكون الضعف كبرياء، ايام ممكن يكون الضعف اني انا ما بدي اعترف بغلطي تجاه حدا معين، اقول اني انا غلطت باتجاه هيدا الشخص. فهيدا الضعف انا لازم اجي اعترف فيه، ولازم انا بيني وبين ربي يعني. ما بعرف كيف ايام انه ناس كثير بتدقق على هيدي النقطه، بس انا ايام بجرب افهمها هيك، انه كيف انا بدي ما بقدر اكون صريح قدام الرب وبقولي انا صريح قدام البشر، ما قدام الاله اللي حبني اللي مات من اجلي اللي عمل كل شيء كرمالي، انا ما عم اقدر اكون صريح معه. فانا كيف بدي اكون صريح حتى مع مرتي بالمستقبل، مع خطيبتي، اذا انا ما كنت صريح قدام هذا الاله؟ فهذا تحدي كثير كبير ومنه شيء سهل. موضوع اعترف، وبعضكم نقراها كثير وانا كنت اقراها كثير، يس امين بدي اعترف، بس تعا عند التجربه وتعا عند الوقت الصح انك تجي وتعترف، هيدا شيء منه سهل. وهيدا الشيء بدي اقوله كمان بصراحه، بعالمنا العربي وبالكنيسة العربية شوي ضعيف، بالأخص بمنطقتنا. الشخص اللي أنا أروح وأسأل فيه لحتى أقول له ضعفي من دون ما هو يزلني فيه، يعني قبل بيكون إبليس زاللني فيه، بصيروا اثنين عم يزلوني فيه. فأنا هيدا الشيء كثير كثير صعب، وهيدا الشيء اليوم كخدام نحن للرب مفروض هيدا يكون تحدي قدامنا. هل أنا شخص أهل أني حدا يجي يعترف لي بضعفه من دون ما أني أنا أكون عم زله فيه، وأني أنا أكون عم أرفعه بالصلاة، وأني أنا أكون عم أدعمه وعم شجعه، شو من كان هيدا الضعف، شو من كان هيدا الضعف. هيدا الشيء صدقوني منه سهل. أيام أنا كشخص، في ناس أجت اعترفت لي للحظة بفكري من دون ما ضايقه لشخص، بفكري يمكن أكون زليته، بفكري يمكن أنا أكون ضايقته. هيدا كثير تحدي صعب، وهيدا شيء مفقود بوطننا العربي. لهيك في هالسياسة شوي مفقودة، موضوع الاعتراف لبعض بصراحة تحس كثير قليلة تنوجد، لأنه لدين ما تكون علاقة وتكون شخص تسأ فيك ويسأ فيه وتبلش تحكي له بياخذ الأمر كثير وقت طويل، وعم يكون الموضوع صعب دائما. يعني في ناس للأسف قادة عم يخزلوا الشعب، عم يؤدي لأشياء صعبة، عم يؤدي للجروح. يعني بيكون واحد عنده ضعف بيطلع الضعفين. أنا بالنسبة لي بتعرف كثير عم بحب شو عم بتقول، وبدي أقول ما حدا ينزعج منا عم نحكي مع نفسنا، بس بدنا نحكي مع الجسد كله، الكنيسة. وبدي أقول الرب قالنا وبخوا بعض، عم نوبخ حالنا، بس حلو الإنسان يكون عم يحضر عم يسمع. وإذا عن جد كل إنسان في روح القدس بيقول أف، يمكن نور اللي عم بيقوله عن حالي عم نحكي ومريم كلنا إنه مرقنا بأمور ومرات دلنا ناس وهيك، بليز الليلة حلو مرات بس نسمع بعض. الرب يعرف خفايا قلوبنا، عم نشتغل على حالنا بقوته بالروح القدس. لازم تشتغل على حالك، لازم تشتغل على حالك، انه تقول ما تقول يي ما بوثق بحدا لانه كلهم بخزلوني، بس انتبه على حالك ما تكون انت وقت الناس وثقت فيك انت اذيتهم وخذلتهم. مشان هيك مثل ما بتعامل الناس بقول الرب رح يشوك الناس يعملوك. بس انا بقول لك شيء انت قلته، بتعرف ما لي عم نحكي عن هذا الموضوع اللي كتير حلو. أنا ما بعرف أمور، بس عرفت إنه قعدوا ساعات تامر وماريان مبارح، بتعرف روح القدس إذا موجود بشخصين ما بدهن غير ثواني من طهارة الروح القدس، إنه يقعدوا مع بعض ويكون بير غميق. نحنا متفقين أنا وماريان إنه كل نحنا عنا أصدقاء كتير، نقعد نصلي لبعض كأصدقاء. إذا صديق مخبرني شيء وما إنه شيء بيتعلق فيه وبمرتي أكيد بيتعلق فيه، كان وعد كنحنا اخوه ما منخبر شيء الا اذا الشخص الاخر عم بخبرني. قال لي ما علي اذا مرتك عرفت. ما اجمل انه انا باكد لكم هيدي صايره بحياتنا بالفريق، بدها ثواني مرات الامور تتكون بالروح القدس ونحس ببعض انه فينا نحنا نحكي مع بعض، ما تاخذ ابدا وقت. كنت كمان كم بدي اقول شيء عن هيك شيء اختبار شخصي كمان. اوقات في اشياء يمكن صغيره بحياتنا بدنا نضل نصلي عليها ترب يضل عم بغيرها. يمكن كان ريكو دائما يقول عني انه انا دور حكيم بفهمه، بس يكون معصب يمكن ما بزيد عليه وهيك، كنت انبسط بحالي انا عندي هالصفه. وهيك في فتره صرت احس حالي انه مثلا ريكو يكون معصب من موضوع، بعدين ما انا روقه صر ايه وليه عملت هيك؟ ليه قلت هيك؟
بتصيري عتب اكثر تبعت بعدين انا على حالي انه ماريان انت عم تتغيري بهالموضوع شو عم بيصير؟ انا وقفت صلي لهالموضوع اخذته فور جرانتد انه تحصيل حاصل انا امراه حكيمه وهيك لا مش مزبوط وحكيت قدام اعترفت قدام ريكو اعترفت قدام صديقتي وبس اعترفت بهالموضوع قلت لها لا ماريان انت بعدك حكيمه اكيد كلنا بنضعف وهيك بس بهيدي الحته ذكرت انا هيدا الشيء بدي ضل صلي له ما بدي اقول انه انا خلص هون وصلت منيحه لا بدي ضل صلي لان الانسان شو بده دغري بيرجع لورا اذا اتكل على حاله وعلى قوته انا كنت بدي زيد شغلي هلا مش بتناقض ابدا بس اوقات كنت عم شوف هون كمان كنت عم بقرا من يعقوب الصبر والصلاه سوا قديش نحن بصلاتنا بنصبر اذا نحن طلبنا شيء من الرب مثلا اوقات كثير ممكن نطلب شيء وبعدين بنمل من الصلاه من الصلاه بنوقف نصلي بس الرب قد منه طيب وقد منه رحيم وقد منه امين معنا بيستجيب للصلاة حتى لو نحن وقفنا من أي ناحية مثلا أنا يا رب بركي عم بطلب ما بعرف يا رب أنا عم بطلب إنه تعطيني حكمة عم نحكي عن الحكمة إنه يا رب عم بطلب حكمة وأنت بتعرف قلبه هيك بتمرق بفترة إنه أنا مليت يا رب أو نزيد أو نسيت أو بعدت ممكن ما كملت صلاة كل الوقت بس بعدها بفكرة إنه يا رب أنا بطلب حكمة منك بس الرب بيستجيب أنا عم بركي عم بقول عن 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 اختبار بس ما عم بقول الواحد لازم يوقف بس حتى لو وقفنا أدمنه الرب طيب وأدمنه رحيم وأدمنه عادل بيعطينا حتى أوقاته ممكن لو وقفنا أو وتشردنا أو نسينا نصلي كرمال هذا الموضوع بس مش ما قصدي إنه اتناقل بس عم بتشوفي قديه نعمة عم تحكي عن نعمة الله قديش نعمته يعني حتى لو وقفنا مع انه ما لازم نوقف بيضل بس هذا ما لازم ناخذه كعذر ها انا ما عم بعطيكم اياه كعذر في عندي قصه على هذا الموضوع من يومين قريتها على الفيسبوك في واحد عم يصلي قال له يا رب شو ما بدك انا جاهز اعمل فحط له الرب قدامه صخره وقال له تفشل هيدي الصخره كل يوم ضل هيدا الزلمه على مدى شهور كل يوم يفيق الصبح يفوش صخره كبيره مش عم تتحرك فآخر شيء بعد بشهر اجى الشيطان لعنده قال له طيب هاي صار لك قديه صار لك شهرين عم تفش بهالصخره ما تغير شيء ما انشا لا صار يمل فاجى بعد فتره معينه 6 أو 7 شهور لنقول اجى الرب ساله قال له شو صار شو عمل قال له يا رب بصراحه انا اول فتره واظبط بعدين صرت كل شهر كل اسبوع مره بعدين صرت كل شهر مره قال له لاني بصراحه الصخره ما عم تتحرك يعني حتى تطلع شيء تعجيزي عمل الرب وقاف قدام المرايه فلما وقف هيدا الشخص قدام المرايه شاف جسده كيف نما شاف العضل عنده كيف طلع قال له ما ضروري دائما التغيير يكون انه الشيء اللي قدامك انشال لكن جواتك انت هيدا الشيء تغير فهيدا ايام ربنا بيستخدمه يعني بيناله جسمه تماما واو حبيتها كثير كثير حلوه انا بحب قصصك كل مره بتجيب لنا قصه جديده لكن الاسبوع الجاي ناطرين قصه كمان بس نعمل قصه مع نور بتعرف لك كمان بالبرنامج بخبر الاولاد يمكن من هذا الموضوع من اكثر الشعوب اللي انا بحب كمان من الرب شجعهم نتمثل فيهم اللي هن بوقت المصيبه او الحرب اللي مرقوا فيها كانوا الكنيسه عم بتهز بالصلاه في شعب مصر وكلنا بنتمثل فيكم بعرف في ضعفات بكل الشعوب بس انا مثل ما كنت اقول انه بتفهموني بحب كل الشعوب بس دائما ما نكذب في شعب اقرب من قلبي وهو الشعب بسوريا الاقرب الاشخاص من قلبي مش انه ما بحب مصر ولا العراق بتعرفوا قد ايه بحب بس خلينا نكون انه يمكن بفهم اليوم ما بعرف حسيت شيء وقت رحت لهونيك حسيت بعرس وقت كنت بسوريا بس شو حلو التشجيع انه يا شعب مصر كلكم عم بقولوا على العالي نتمثل فيكم على نهضه الصلاه الموجوده عندكم الرائعه واكيد بحبكم بتعرفوا بس انا بحكي بشفافيه وصدق بقى نحن نتمثل فيكم ورح نروح على ترنيمه بتقول مبارك شعب مصر بقى هيدي الترنيمه تكون صلاه لكل الشعوب ولمصر دعواتك من سنين خيرك أكيد لأنك إله صادق أمين مبارك شعبي مصر دعواتك من سنين خيرك أكيد لأنك إله صادق أمين تجيب غيرك وتملى بيوت المحروم
الترنيمة كمان ترنيمة من مصر. أخبركم اختبار صغير إنه الترنيمة هي ممسوحة من هي كلمة الله، إذا كانت للصغار أو الكبار هي ذاتها. في قبل ما سافرت تركت لبنان شهر ورحت على عمان، قبل ما كنت مسافر كان في موج وخوف وفزع بقلبي وهيك متضايق، جمعة عم تمرق بشعة قبل ما سافر. وبتذكر كنا بالسيارة وبتقوم ماريان بتكون عم بترنم هيدي الترنيمة، هي لأولاد صغار بس عنيتلي كثير، بتقول يا ربي أنت عارف إنني لسه صغير وحاجات كثيرة بتخوف وحاجات كثيرة بتحير، لكن أنت وعدني زي ما كلامك بيقول إنك تديني سلام. بس قالت لكن أنت وعدني زي ما كلامك بيقول، بلشت أبكي 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 متولد صغير لأن هذا وعد حقيقي من الرب لإلي إنك تديني سلام. بقى هيدي الترنيمة منا للصغار، هي لإلي لكل واحد. أنا بعد حالي صغير ورح ضل، وهيدا وعود من الرب حب رنم أنا ومليان. يا ربي أنت عارف إنني لسه صغير وحاجات كثيرة بتخوف وحاجات كثيرة بتحير، لكن انت وعدني زي ما كلامك بيقول انك تديني سلام يفضل بقلبي على طول. أنا عارف إني ملايكتك حواليا مكتوب اسمي للبش على كفا نلوي الخير انت عينك عليا. يا ربي انت عارف إنني لسه صغير وحاجات كتيرة بتخوف حاجات كتيرة بتحير، لكن انت وعدني زي ما كلامك يقول انك تديني سلام يفضل بقلبي على طول. أنا عارف إني ملكتك حواليا مكتوب إن اسمي منقوش على كفا للخير إنت عينك عليا. اوكي لحتى ترجع جيمي، بس في عنا بوست على الفيسبوك حبيت اقرا من ابوك. هاي جايز ماي نيم از ابوك. مرحبا شباب، اسمي ابوك. اي ليف ان اوغندا. شو اوغندا؟ اوغندا. اند اي لايك يور بروجرام. واو، بحب البرنامج تبعكم. ثانك يو فور لاست ويك مسج. شكرا على المسج اللي قدمتوها الاسبوع الماضي. اي ليرند ا لوت فروم ات، تعلمت منها كثير. اند لورد بليس يو، والرب يبارككم. شو حلو، من اوغندا لكان، وابوك بنوجه له تحيه اذا عم بشوفنا، وبقول لك ثانك يو كثير على هذا التشجيع اللي عم تشجعوني تشجعنا اياه. بعدين في من سارين كريكار بتقول ابعتي الصوره. اوكي بدي نشوف الصوره. افتحها. شو هي الصوره؟ عم نفتحها. شكلها هي رسمتها. اوكي حلو. وسلام. هي صليب عليه شمعة، صليب محاط بجوانح. اوكي كاتبه I would like this photo with you. I know it's not much. يعني بتحب تقدم لنا كأنك تشارك معنا هالصورة. وبدنا نقول لك لا حلوة وضلك بعتي صور إذا هو رسماتي. لكن منا منروح. في كمان لميا عادل كاتبه مرسي كثير لكم ورب يستخدمكم ويبارك البرنامج، أنا فعلا محتاج صلواتكم. لميا عادل. لميا عادل من وين؟ ما بنعرف. من مصر. يمكن من مصر. اوكي. في جولات خشابه.
لا 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 مش الحال بس هيك. جولييت؟ ايه جولييت. اوكي لكن كمان بنسلم على جولييت من العراق. من العراق لكن من هول ال اكيد كل الاشخاص اللي بيحبوا يحكوا معنا وهيك. شو عنا هلا؟ شو عنا؟ عنا ترنيمه او غنيه رائعه. ايه ابو جريج. مزبوط ابو جريج بنوجه له تحيه. صار بامريكا؟ عرفتوا عنه شيء؟ هلا بظن بعده هون. هو بعده هون لكن بنوجه له تحيه. وشو هي الغنيه؟ او انا في ارضي مغروس. نسمع لك نسوى.
سماعا وكل الأوطان سجون وأسمع وجراسك لحما يناديني في ليل السكون أراك يا وطني سماعا وكل الأوطان سجون وأسمع وجراسك لحما يناديني في ليل السكون هنا شمسي هنا مجدي هنا قلب هنا مجد هنا قلب يناديني فكيف أغيب يا وطني وكيف لحبك أخون أنا مدروس في أرضي اوكي بتحبيها هي الغنيه ترنيمه ولا غنيه هي ترنيمه هي تشفعيه لسوريا انا صراحه بحب صوته لجورج رائع كثير بنوجه له لكن تحيه لجورج اوكي في مسج واصله من صديقتنا جولات بتقول مرحبا يا اخوتي الثلاثه لكن الان اصبحتم خمسه انا جوليات من العراق وتابعكم منذ 3 سنوات أحب برنامجكم كثيرا وفرحت أنكم قد أصبحتم أكثر من 3 أنا قد اختبرت المسيح في حياتي وأنا جديدة في تقبل المسيح على حياتي ومن خلال قنوات الدينية أنا أقترب من الرب أكثر وأكثر إني أشجعكم كثيرا بأن تواصلوا مسيرتكم بالشهادة عن المسيح لأن لا أحد يستحق أن نعيش له الحياة غير المسيح الذي بذل نفسه من أجلنا أريد طلب صلاة من أجل أن يعرفوا الجميع عن الرب وخاصة أخي أصدع على أهله خاصة أخي إنه بعيد عن الرب كثيرا اسمه روني وأريد طلب صلاة لي أيضا بأن أنجح في مدرستي بس بتذكريني باسمه هي جولات جوليات وخيا شو روني روني شو باشي فاق لا إنه يعرفوا الرب أهله طلبت إنه نصلي أهله يعرفوا الرب خصوصا روني وأريد طلب صلاة لي أيضا بأن أنجح في مدرستي ومبروك حملك يا جويس جويس مو هون بس اكيد عم تسمعنا ان شاء الله عقبال جيمي وماريان ثانك يو اني من معجبين بروات كثيرا مع هاي هاي لانه شخص حركي في البرنامج احبكم يا اخوتي حركي حسيت حالي متشرفه لكن بوجه لك اكيد تحيه وفي هذا الوقت في مسج في وحده هلا وصلت حلو اللي بيصاله طازه ايه هلو من ميريب ستيفانوس اوكي بقول شاب ما بنقدر نعرف اوكي بقول هلو very happy will writing this اوكي انا كثير مبسوط اني عم بكتب هاي المسج لانه انتم عن جد تدعموني كثير بكلمة الله وانا كثير inspired انا ملهم بالروح القدس الرب يبارككم كلياتكم يبارك الكرو الفريق العمل بسات 7 انا فروم اريتريا او اريتريا اريتريا وين هيدي بافريقيا واو عم يجي ناس اريتريا بس بدي اعرف هاي بس شو اسمه كثير بحب اعرف اسمه ميريب اوكي هاي ميريب وطالب انه هوب تو براي فور ذيس كونتري نو هلا اريتريا اريتريا اوكي معنا اتصال بركي ياخذوا نور يلا الو الو سلام المسيح سلام المسيح يوسف. كيفك يا يوسف؟ سلام المسيح رواد رائد في البشارة ونور نور المسيح قبلنا أنتم نور العالم ومنح الأرض شكرا يا يوسف وإلى جويد ذات الصوت الجميل هي موجودة أوكي يبارك وزارة جوزة أمين وإلى جيمي فرح المسيح محبة المسيح حلو ماريان الزوجة المتعقلة في صف الأمثال المتعقلة من عند الرب والرب يبارك انت وجوزك
رواد شكرا وان شاء الله تكون انت وياه مثل اكيلا وبريس كيلا. واو ما ننسى تامر الرملة الذهية ورايحة الذكية. واو شكرا يا يوسف على التشجيع كثير. وتحدثت متى مع ابليس وانا اقول ثقوا في الرب وفي شدة قوته البسوا سلاح الله الكامل كامل. لكي تثبتوا ضد مكائد ابليس رسالة افسس اصحاح السادس. ونحن مقاومتنا المؤمنين ليس مع بشر ليس مع لحم ودم وانما مع الجنات الشر الروحية في السماويات. امين امين. حتى لكم تقوى في الرب وخليكم تحددوا وتقوموا امين. ونحن ما دام عدنا مغسولين بدم ربنا والهنا يسوع المسيح امين. لن يقدر علينا ابليس وابليس مهزوم تحت الصليب تحت قدمين المسيح. والمسيح اعطانا سلطان ان ندوس الحياه والعقارب وكل قوات العدو. واريد ان اوجه رساله لابليس لو سمحتوا لي. تفضل. ابليس انت ما حاولت ان تحاربنا فلن تفشلنا او تثنينا عن محبتنا وبشارتنا والكلام جهارا باسم ربنا والهنا يسوع المسيح. ونحن اذا متنا او عشنا فللمسيح نحن. اما انت يا ابليس فمكانك في البحيره المتقده بالنار والكبريت. انت والوحش والنبي الكذاب وكل من يصنع قتلا وارهاب. ويا ريت تامر تقرين اصحاح 21 من عند ربنا والهنا يسوع المسيح عندما قال انا الالف والياء البدايه والنهايه اللي عند البحيره المتقده والنار والكبريت وتشرحين اياهم. وانت في الحلقات السابقه قلت انه شو بده المسيح منك فممكن يقول لك شو بده منك؟ ايه اكيد. انت قلت شو بده؟ انا دعاك للكرازه وبالانجيل وتمنحك الشجاعه للقيام بذلك. فالله على الدوام يمنحنا القوه والقيام بما يامرنا به وقد لا نتركون هذه القوه ظاهره حتى نقتو بايمان ونشرع في القيام بالعمل. والرب يبارككم و وصلوا من اجل سوريا ويا ريت تحطونا ترانيم بالحلقات الجايه على ايمن كفروني او سركيس الجاربي او فلسطين السودانيه. مظبوط. تذكري يا اميرنا ايمن كفروني وتطلعوا على وش يسوع. شكرا يا يوسف كثير على اتصالك وعلى تشجيعك وانت بركه وكل الكلام اللي كنت عم تقوله كنت عم تقوله من الكتاب المقدس. انت سالتي يسوع انت ما سمعت كثير الاتصال سالتك دائما عم تسالي انت شو بدك مني يا يسوع. عم بيقول لك يوسف انه هيك عم بيعزيك ويشجعك تكرزي باسمه وبالانجيل اعطاك منبر تحكي مع الوف العالم. نحن ماشي نحن ناس فاشلين بس بدم يسوع نحن قوية. نحن ناس ضعاف كلنا بس بدم يسوع قوية. وبس بدي اقول انه هيدا حقيقة. ذكرني المثل نور اللي انت كنت عم تقوله لنا كلنا. مرات بنقول شو بدك بدنا ندفش الصخرة بس بمحل. تتذكري بأول حلقة كنت عم بقول لك وعم بقول لنور نزلته الرب بمحبته بيقتحم محل وبينزل ولاد له. يمكن نور ودع كرماله كأنه ودع شيء كان يحبه بس اجى على عائلة يسوع الثاني اللي هو كمان برنامجه هون اليوم. أنا مأكد إنه نور فرحان كثير وأنت جيتي بثانية وجدتي هيك بقى الرب. مرات بنسأله بنكون عم ندفش صخرة بس بيكون قالنا خلص ما بقى تدفشوا انتم موجودين محل انا وصلتكم للي انتم بدكم اياه. بقى يوسف عم بيشجعك ما تدفشوا اطلعوا على المرايه. مظبوط. بقى ايه هي انت وعم بتحضري يمكن حب تقول شيء تمار وبركي مريان بتحضري بدنا نرنم كمان سوا هيك فيها توقف مريان تروح فيك تروحي هلا دغري. ايه فيك عم بقول لا كرمال ما تفوت انت وعم تحكي. لا ما في مشكله. اوكي كنت حابه تقول لا بس كان بدي اقول شكرا ليوسف عن جد اني اول شيء كثير مبسوطه انه في حدا من سوريا بهالطريقه عم بيشجع وبيحكي واكثر شيء عم بيشجع انه بس مو بس نحن حتى الناس اللي بيتصلوا معنا بيكونوا طالبين صلوات. حلقه اليوم كمان بصراحه قبل ما اوجه اي كلام عم تفرق معي انا هلا كنت عم بحكي مع جيمي عن جد كل كلمه عم تنقال اليوم حتى هلا رساله يوسف يعني عم تحمل شيء رساله شخصيه لإلي. حلو. بس حبيت شارككم يا كثير حلو. جيمي انت رح تقري شيء حلو رح نرني مباشره من بعدها ونصلي. صحيح. شيء كثير حلو بالكتاب المقدس اللي كنت عم بلاحظه وعم بتصفح فيه انه قديش في صلوات بالكتاب المقدس. يسوع المسيح بيعلمنا كيف نصلي الصلوات الربانيه. بولس بيصلي كثير للكنيسه عم يتراسل معها قديش هالشيء مهم. بس اكثر شيء بعتقد يلي بيلفت نظري ويلي كثير بيأسرني وبيشجعني هي صلاه الرب من اجلنا من اجل تلاميذه يلي كان عم بيصلي من اجلهم
موجودة هالصلاة بيوحنا 17 شوي طويلة بقى، بس قديش حلو انه خدوا هالصلاة كل واحد منكم، رب عم بيصلي هيدا الصلاة لكل واحد منا. يسوع كان عم بيصلي، يسوع كان عم بيصلي هيدا الصلاة. لكن رح بلش من العدد 9، بيقول انا اصلي لأجلهم ولا اصلي لأجل العالم، بل انا لأجل من وهبتهم لي لأنهم لك. كل ما هو لي فهو لك، وكل ما هو لك فهو لي، وأنا أتمجد بهم. لن أبقى في العالم، أما هم فباقون في العالم وأنا ذاهب إليك. أيها الآب القدوس، احفظهم باسمك الذي أعطيتني حتى يكونوا واحدا مثل ما أنت وأنا واحد. وعندما كنت أنا معهم حفظتهم باسمك الذي أعطيتني، حرستهم فما خسرت منهم أحدا إلا ابن الهلاك، ليتم جاء في الكتاب. والآن أنا ذاهب إليك، أقول هذا الكلام وأنا في العالم ليكون لهم كل فرحي. بلغتهم كلامك فأبغضهم العالم، لأنهم لا ينتمون إلى العالم كما أنا لا أنتم إلى العالم. لا أطلب إليك أن تخرجهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. ما هم من العالم وما أنا من العالم، قدسهم في الحق لأن كلامك حق. أنا أرسلتهم إلى العالم كما أرسلتني إلى العالم، من أجلهم أقدس نفسي حتى يتقدسوا هم أيضا في الحق. لا أصلي لأجلهم وحدهم، بل أصلي أيضا لأجل من قبلوا كلامهم فآمنوا بي. اجعلهم كلهم واحدا ليكونوا واحدا فينا. أيها الآب، مثل ما أنت في وأنا فيك، فيؤمن العالم أنك أرسلتني، وأنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا مثل ما أنت وأنا واحد. أنا فيهم وأنت فيا، لتكون وحدتهم كاملة ويعرف العالم أنك أرسلتني وأنك تحبهم مثلما تحبني. أنت وهبتهم لي أيها الآب، وأريدهم أن يكونوا معي حيث أكون، ليروا ما أعطيتني من المجد، لأنك أحببتني قبل أن يكون العالم. ما عرفك العالم أيها الأب الصالح، لكن أنا عرفتك وعرف هؤلاء أنك أرسلتني. أظهرت لهم اسمك وسأظهره لهم، لتكون فيهم محبتك لي وأكون أنا فيهم. آمين. واو، ثانك يو ليسوع، شو هالشيء الرائع. حبيب قلبنا هيك عم بيصلي لنا. رح نرنم ونكمل سوا ونقول روح الله ندعوك. فوق الجميع وحيد.
وحدك ملك عظيم مرفعك فوق كل الأرض وأنا فيه لك للسجود في خشوع نفعك مجدك من عظمك انت في الوسط انت لمسنا انت رح تشتغل دايما مدعوس الشيطان تحت اجريك بتحبنا كلنا يا رب يا رب كل الاخوة اللي عم يطلبوا يا رب ان نصلي لهم قوة اسمك العظيم يسوع ودمك هو اللي بيحرر نحن يا رب مكسورين بتواضع مرات بقلة ايمان ومرات ايماننا قد حبة الخردل بس نحن رح نضل نصرخ بالوقت الضعف وبوقت بوقت قوتنا فيك رح نقول يا رب باسم يسوع العظيم وبدمك حط كل اخوتي يا رب ميلاد كمال يا رب انت بتعرف احتياجاته بصلي يا رب لمريب ولريتيريا اول مرة بعرف يا رب بهالبلد بس انت بتعرف مريب وبتعرف هيدا البلد وانت خالق الاكوان وانت بتعرف كل شيء بتعرف احتياجاته يا رب بصلي لابوك من اوغندا بشكرك على هالاخوه الرائعين انت تعزيهم انت تستخدمنا تنعزي بعض بشكرك عليهم وانت بتعرف يا رب احتياجاتهم لم يعادل انت تعزيها وتحبها مثل ما بتحبنا جوليات من العراق صلي لها قوه يا رب لعائلتها انها تامن فيك وبخصص خيروني تيعرفك اكثر واكثر كلارا شفاء لبيها يا رب بترجاك ويا رب تعطيها قوة وتعطيها سلطان انه تصلي باسمك العظيم وما تستسلم مثل ما نحن دايما في طلبات منصلي لها بلا استسلام بذكر يا رب رودولف هو خي لإلي بحبه 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 من قلبي هو الراعي تبعي ومرته رنا وولاده ريبيكا وراندل بحبهم يا رب انا مرات ما بقدر شوفهم بس يا رب بدموع 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 بصرخة بقوة بسلطان سلطان اسمك العظيم تشفي رودي يجي نهار يا رب وشوفه شافي يجي بوجهي هون ويحكي ويخبر عن انتصار اسمك بليز يا رب بليز بتشفع بانكسار بتشفع مش لان انا قديس بدمك بس بليز بصرخ بدموع يا رب بدي اشوف رودي هون بترجاك يا رب بلمسة منك بترجاك بترجاك يا رب انا بحاجة لاسمك العظيم يسوع يتمجد انه رودي يشفى يا رب صلي لنرمينا رزق يا رب صلي لإلا تيكون عندها اولاد تترزقها بولاد صلي صلي لسوزن يوخنا صلي لإلا يا رب تتقرب اكتر منك هيدي طلبتها يا رب صلي سميل بول يا رب لألجيريا لبلده للكنيسة يا رب صلي ليوستينا هي بتطلب انه نصلي لها انت بتعرف احتياجاتها صلي للوما صباح كريم يا رب لإقامتها يا رب هي بتطلب إقامة ما بعرف هي بأي بلد صلي لوليد جيريس لمرته تكون سيف يا رب ويجي البيبي هيك بكل رواق وبسلام اللي بدها تولد فيه بصلي لرافي ايفازان خي رائع منحبه كثير بليز يا رب انت بتعرف انه عينه لازم تشفى وعنده عملية وتكون حده وتغمره بمحبتك بصلي لكوكي نبيل عم نصلي سوا لمريم سدراك اللي هي مخطوفة يا رب بترجيك مريم سدراك مني ومن نور ومن تمار من جيمي ومن مريم كل عم بيشاهدوا مخطوفة انت ترجع جيبها يا رب ونعرف بإيميل تاني انه اجت بترجيك صلي لبول بازي
سويتلانا يا رب، بنصلي لها ولعائلتها ولولادها، صلي لفيوليت لبناتها اثنين لانه مسخنين لشفاء، صلي لسلماني لها يا رب انت بتعرف اتعبها وشو بدها منك، صلي لميرنا شمشون اللي هي كثير تعبانه، صلي ليوسف من سوريا انك تعزيه مثل ما بيعزينا وتعطيه سلطان وتحمي، واكيد لسوريا، ويا رب صلي لاهل مصر، لاخوتي بمصر، لاصدقائي بمصر، للعراق ولاخوتي بالعراق ولكل الاشخاص. بشكرك يا رب، حضورك ملموس، سلطان اسمك العظيم يسوع ملموس، باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد، امين.
لكن سبح الرب يا كل الأرض. واو. كل ما نشوفها بقول ملايين حلوة كانت. عن جد أنا أكيد. طيب في عنا إيميل, مش إيميل actually, فيسبوك مسج قد ما صار في عنا كتير إيه؟ جديد من رفيق صديق اسمه مينا ماجد. مينا ماجد منوجه لك تحية. مينا بيقول هاي أنا من مينا. أنا من مينا عفوا. هاي أنا مينا من مصر. بس في مينا بمصر لا؟ منطقة مينا. منطقة مينا المنيا. لا المنيا. هو مينا. هو مينا. هو اسمه مينا ومن المنيا. من واو. فصارت هاي أنا مينا من المنيا من مصر. اوكي بيقول أنا عم ببعث لكم هلا من أمريكا وأنا huge fan of strongholds من زمان. كثير هو كثير بحب سترونغهولدز. شكرا يا مينا. هاي مينا. ربي يبارككم يستخدمكم لمجده. مبسوط كثير بنور وبتمار ومريان كمان هالمره, وهيك حطيت لك فيس هيك مهضوم. بس نشتاق لجويس, معك حق كثير. وبدي اقول لتمار that I miss her so much. I miss you so much. كثير بشتاق لك يا تمار. انت كمان وحشتيني يا مينا. وبيقول كمان ونفسي اشوفكم twice a week, مرتين في الأسبوع, مش بس this week ومش بس هيدا الأسبوع. bless you. ربي بيتك وربي بيتك انت كمان مينا. شكرا على التشجيع والمحبة. yes sure. كنت بدي اقول شيء بس نسيت. اوكي عندك شيء تقولي خي شو حلو. اوكي في كمان هلا وصل كمان طازه. حلو طازه كله. ساره قلب الفرن عم يطلع الخبز طازه. عم شم الريحه. بتقول ساره عطا, بتقول هاي أنا سارة من لبنان, بطلب صلاة لإلي ولخيي وأهلي, وبطلب صلاة للسلام بالشرق الأوسط. لكن سارة من سارة لبنان منصلي له لإلها ولأهلها ولخيها, كمان بتطلب صلاة من أجل كل الشرق الأوسط. أوكي لكن من هيدي منروح على كابل كثير منحبهم, للأسف صار لي زمان أنا ما حكيتهم, مقصر هن هبة وفايز. نحن قضينا وقت كابل, يعني فايز رح يرنم. انت بقول انه بوجه له تحية, امه جان دارك, هن عائلة الي, سلام خيو. بس للأسف مرات الحياة بتضغط وانا بموضوع حس حالي غلط كتير. ماريان دايما بتدعمني وبتقلي ما تحس حالك غلط او انت مقصر, وبصير حس بالزن زن زن وبزيد. انا بحبهم والرب بيعرف قدي بحبهم, وللأسف انا ما عندي اصلا فيسبوك. ماريان يمكن بتعمل لهم لايك على صورهم. بوجه لها تحيه لهبه وبنوتتهم الصغيره. اكيد قضينا ايام رائعه, كنا نصلي سوا, اجوا على لبنان, قعدنا سوا, صلينا سوا, ضحكنا سوا. جان دارك امون وسلام, بوجه تحيه للكل. بنسمع من صوت كمان كيف جورج, صوت رائع 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 من فايز. اعطيني يا رب وقلبك. اجذبني إليك إلهي.
لكن كيفك؟ ناطرين هلا شو ناطرين سكايب ايه؟ بليز اتصلوا فينا بسكايب هلا. بعرف انه في كثير ناس، انا وعم ظابط ميكرو رح احكيكم حلو الميكرو، في كثير ناس مش عارفين اليوم انه احنا طالعين، بس بليز بس فرجونا انه شوي بتحبونا. حدا هيك دور سات 7 بتحبوا سات 7؟ شفتونا على الهواء، ليك وجه نور شو حلو منور منور. جيمي ماريان اذا بتحبوا يلا نغني سوا، كلفنوا لنا يا صغار. لا ما تناموا، انا ما بحب المدرسه عم بتزينك خلص. بحبوا المدرسه بس لازم تتعلموا ولازم تدرسوا، بس ما بيهمني قد ايه بتنجحوا، مهم تنجحوا. لا بكره مش هيك رح نعمل. طيب اوكي، لكن انا ناطرين سكايب منكم. كيف بيتصلوا فينا على سكايب جيمي؟ شو بيعملوا اذا بدهم يتصلوا فينا على سكايب؟ يعني شو بيطلبوا مني الك؟ هيدي القصد اللي لك اياه، حسيتني عم بحكي شيء كثير غريب. ايه طيب، او اذا مش ضروري سكايب، اذا حابين يتصلوا كمان نحن بنحب كثير نسمع منكم ونسمع عنكم كمان. اتصلوا كمان على الارقام الموجوده قدامكم على الشاشه، اذا رح تطلع على الارقام الموجوده على الشاشه. ليه ما بتصلوني رنوا ترانيه مثلا؟ الاولاد كثير بعثوا، كثير بحبوا اليوم كذا حدا تلفن واصوات رائعه بقى، بتشجعوني رنوا؟ لازم نشجعني رنوا كمان. اكيد اكيد بنشجعكم انه ترنوا ترانيه مثل يلا نغني سوا، اسمه يلا نغني سوا من غيرك. اوكي، لكن تننطر يجي اول اتصال يلا نغني سوا. شو رايك نور نروح نتسلى انا وياك، ناخذ شي بريك؟ يلا يلا، وغتركن هون لانه عندهم امور يتحدثوا فيها. يلا لكن سي يو سي يو بريك. ناطرين سكايب ناطرين سكايب سكايب. لكن اكيد رجعنا ناطرين سكايب. هلا ايباد مش ماشي معنا، بس اوه ايه كذلك جوني. جوني ثانك يو، معنا اتصال، ثانك يو جوني، معنا اتصال لسكايب، وهيدا من جوني لنا. لكن يلا جوني وي لاف يو، مخرج يلا نغني سوا، معنا اتصال، ناخذ اتصال. مش عم ياخذ الاتصال بلا انا ليك اصبر شو ذكي. ها واو طلعت مصطوط. نم اخذ شوي اخذ ايه اوكي بعتقد ايديكم كثير كبار ماما. وليه ما عم نسمع صوت؟ ايه اخذ يس هاي مس جود. الو هاي جود. هاي مرحبا ريكاردو، كيفك؟ كيفك انت؟ تمام الحمد لله، انت كيفك؟ نحن كثير منيح، مبسوطين انه انت اليوم بالحلقه اول اتصال، ومبسوط اني شفتك وتعرفت عليك شخصي، بس ما صدقت فكرت جود الصغير طلع جود اكبر مني. كيفك بلبنان؟ كيف الدراسه معك؟ منيحه، كويسه كثير كويسه. انا هون كثير مكان منيح، وجامعه حلوه وكل شيء كويس، ومع انها شوي علي جديده منطقه وكل شيء، بس انه كل شيء منيح. خي جود ما فينا نشوف صورتك؟ صعبة؟ ما عندك فيديو؟ يا اوكي يا طبعا. يا ريت ننبسط نشوف صورتك. وهيك اسألك او دي زبطت. هاي جود شو عم بيصير؟ جود يمكن احسن انك بلا الفيديو، لان كنا عم نسمعك اوضح، ما عم نقدر نسمعك سوري بلا الكاميرا. اوكي رجع الصوت لكن. الو جود، سمعت شو كنا عم اليوم من شريك صلاة؟ هل يفعل الصلاة؟ ايه. هل مرات بتصلي شكر او بتنسى؟ هيك خلينا نكون صادقين، بعرفك صادق. او بتتعب تصلي؟ هل عم تصلي على موضوع وتعبت منه؟ بتعرف رواد انه كنت زمان، انه الصراحه انه انت كنت اليوم تحكي عن واحد كان خايف، انه هذا الشخص كان انا، فلسه كنت بحكي انه الجوات يا رب انه هذا الشيء راح من زمان، الخوف من شيء حوالي بعرفش كم شهر يعني. فدائما صرت اقول ناسي مرات انه يا رب، انه اقول انه يا رب، انه يا رب اشكرك عنك يا رب خفيتني وهيك. فصراحه عندي شوي يعني يمكن نقص بالشكر لربنا، بس صرت من شوي يمكن فترة وأنا هون قررت أكون يمكن قاعد لحالي بغرفتي، صرت دائما أقول أوكي يا رب، أنا يا رب بدي هلا يا رب أصلي، بس يا رب بحاول تكون صلاة مش بس صلي، بديها تكون شكر.
فيعني صار لي حوالي يمكن فتره صغيره وانا هون مرات لما اكون ماشي لحالي او بكون قاعد لحالي كذا بالغرفه صرت دائما يعني احط يمكن بارت كبير للشكر بالاخير اذا في عندي ايش يعني ايش يمكن محتاجه بحكيه. فانه كويس يعني ربنا انه واحد لازم يمكن يشكر مش بس لازم يعني واحد لازم يكون من جواته احلى يعني تطلع واحد مرات بكون يعني يمكن ناس انه ايش يعني يمكن ربنا يتقوى معه بس واحد يعني انا صراحه يمكن بحب الواحد يتذكر في الفتره ايش صار يمكن حوالي يمكن سنه الماضيه او يمكن شهر الماضي ايش صار في حياتي انه تروح شوي شوي يمكن بتغير مع ربنا. انا صراحه كثير يعني عن زمان يعني كثير غير. كثير انبسطت اول شيء بصراحتك. انت بتعرف انه انا قلت وبحترم دائما كل انتو كاصحاب انا وياك وكاخوه لالي بنصارح بعض وهيك انت فدت الاشخاص اللي عم يسمعوا اليوم عندهم مخاوف معينه وانه يسوع بيقدر يشفي ورح يشفي اكثر. بيجي مرات الشيطان بيرجع بفوت علينا بامور نحن شفينا منها يسوع بس بحب يرجع يقلنا بدي رجعكم عليها بس دائما نرجع بنقول له ايه بحبها كثير استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. بقى بدي اقول لك اهلا وسهلا فيك بلبنان. انا وعدتك رح شوفك ورح شوفك بس بتعرف انه الضغوطات هلا تخلصت بروجكت لسات 7 كليب ورح نشوفه اذا الله راد الليله رح تبث سات 7 تبلش هي بلشت تطلع على نورث امريكا بس الليله في مباشر على وجه الصبح هون رح تطلع ريتا بوجه لها تحيه وفريق العمل كله مارون والمخرج وكلهم يبلشوا يكون بث مباشر ويكونوا على اتصال مع كل الشعب اللي موجود بنورث امريكا ويكون هذا الكليب موجود. بدي اقول لك انبسطت كثير صار فيك تتصل فينا اكثر عبر سكايب. وانت يمكن صار سات 7 موجوده عندك بالجامعه او لا؟ لا انا هون بالنت بس شايفه على النت لايف مش اوكي اوكي كثير حلو انه نعم كل ويك دائما بشوف خاصة بحب اكون حي وانا كنت بحضر اكيد الجو كان احلى انا بشوف خاصه انه يعني واحد صعب يكون مع كثير ناس دائما يحاول يكون مؤمنين فانتوا كمان شيء كثير يعني كراء لحياتي انه دائما انتوا كناس يمكن شباب دائما بتساعدوا انت الصراحه ممكن تعرف ليش انا كنت بحبك فكيف انت كثير بتساعدني اشياء كثير انا بحبك كثير وانت انا بتعزى لانه انت مرات من اختباراتك عرف انه انا كمان بعرف انه الرب بذكرني بانتصارات بحياتي. اليوم تمال قالت انه كل الامور اللي نحن حكينا عنها كانت مش بس لكم نحن مش وعاظ نحن اخوه بالكنيسه جسد واحد عم نحكي اختبارات والرب الروح القدس عم بذكرنا انه هو معنا ومعكم. كثير بدي اشكرك على اتصالك وي لاف يو واكيد بعد نهار بنشوفك باستديو هيك بنحكي معك حديث صغير وعن اختبارك بلبنان من الاردن للبنان. وي لاف يو سي يو يا ماشي ماشي يلا باي باي ثانك يو باي باي. لكن من جود هيك تمار حبيت تشاركي معنا شيء هيك عم خفيف في اتصال ثاني؟ لا ما في اتصال ثاني لا ما في هلا ما في لكن تفضلي طيب في صار معنا شيء اخر فتره بالعيله بفتره الحرب بسوريا انه اخوي الصغير بعتنا على الجيش فبعد فتره ما رح ادخل كثير تفاصيل لانه ممكن يكون وضع خطر فانا كل اللي رح اكتفي فيه اني احنا هلا قاعدين على امل احنا صرنا 4 شهور ما حكيانين معه وما بنعرف شيء عنه. بدي اقول شيء بس على التلفزيون انه لكل اللي عم بيسمعني وخصوصا من العيله وخصوصا من الناس اللي عم تكتب ستاتيوس اشياء على الفيسبوك وهيك بدي بس اقول انه ما بيهمني شو صار ما بيهمني شو راح يطلع شو عم تقولوا انتوا عنه او شو راح يصير بالنهايه هذا الشخص بيكون اخوي الصغير وهذا الشخص ما حدا بيعرف هلا شو عم بيمرق وما حدا بيعرف نفسيته كيف صارت وكيف راح يكمل حياته بعدين. اللي بيهمني اقول انه نحن كمسيحيين خلينا نجرب نكون محبين اكثر خلينا نجرب نكون ما عم ندين بعض خلونا نجرب نتقبل بعض بغض النظر شو بيطلع شو بيصير. اكيد وصلت و
وبدنا نصلي له بقوة واللي عم يسمع بعتقد الرب قال أحبوا أعدائكم. إذا كان عدو ما بعرف لحي الله حدا خيل تمار، مع أنه إف بستغرب أنه نصال كمسيحيين حس أنه أعداء، أنا بقول لك وبتحدى لأن أنا صليت لا أعداء لإلي جرحوني بحياتي. أنا ولا كلمة بقولها بمني إلك الرب يعرف قلبي إلا إذا أنا صليت بحياتي لعدو. بقى أنت أنا أعطاني الروح القدس قوة بمحلات صلي العدو، ناس جرحوني وأذوني. الجرح قوي لتمار إنه خيي يكون مخطوف، بس أنا بقول إنه يكون عندك تحدي أنت بخفيك أو أنت أنت وقاعدة هلا مع الرب فكري فيها. إذا كان عدو الرب قال أحبوا أعدائكم، باركوا لعليكم، احسنوا اقاموا بغضيكم. جيمي حبيت تقول شيء. أنا حابة أقول شغلة كمان، إذا متذكر وقتها كان في زانية، كانت كان كل الأشخاص جايين وبدهم يكبوا حجر عليها، فبيقول لهم يا رب يسوع قال لهم من منكم بلا خطيئة؟ فليرجموا بأول حجر. قبل ما نطلع ونحكم على غيرنا خلينا نشوف نفسنا ونحكم نفسنا. بقى قديش شكرا على صراحتك تامر، بعرف قديش هذا الشيء صعب، ودائما بليز عرفوا المشاهدين نحن وقت نحكي بنحكي بمحبة، بنحكي لا تنجرح ولا تنأذي ولا تنسمي حكي لحدا معين، انما نحن منبر للمحبة ومنبر للمسامحة ومنبر للتفاهم. بقى خلينا دائما نتقبل الاشياء اللي نشاركها سوا بمحبة وبالروح اللي الرب بريده بيناتنا. اكيد بدي بس وضح الواد اللي هو ما له مخطوف. أوكي. احنا ما بنعرف شو صار، ما بتعرفوا شو في القصه الحقيقيه هي عنده. احنا بنعرفه، بيهمنا انه واحد من العيله صار لنا 4 شهور ما حكى مين معه، فبيهمنا نسمع خبر، بيهمنا انه نعرف هو وين، هو منيح هو ما له منيح، بس بيهمنا نعرف هذا الشيء. هلا بعرف انه رح يمرق بوقت صعب كثير، بس اذا بين اذا ظهر، يعني بعرف انه الناس ما رح تتركه بحاله، مع اني بتضايق اكثر مو على اخوي، بتضايق اكثر على لما اتخيل ردة فعل الناس اللي عم تكتب اشياء على الفيسبوك، عم تخيل هدول الناس لما يشوفوا هيك شخص. بسمعوا كثير قصص، طلعت كثير اشاعات، يمكن في ناس منكم انا قلت لهم ما بيعرفوا، فشو راح تكون يعني هذا الشخص؟ يعني ما راح يحس بالترحيب، بالعكس راح يحس انه الناس كارهته او الناس بلشت يمكن تحكي عنه قصص وتقلب حكايات، تدينه على شيء هن اصلا مو فاهمين. وهو بالنهايه انا حكيت معه مره، اخر مره حكيت معه قال لي انا ما بقدر اقول اللي بعرفه لانه انا ماني، يعني انا ما مو طبيعي اني احكي، فانا رح ضل ساكت ورح ارضى باللي رح يصير علي. يمكن بدي اقول شيء واضح واضح، كل انسان يتطلع بشو ما كانت الزله اللي وقع فيها بحياته، شو ما كانت، ما بعرف كانت زله اذا خيالها تمار عملها او لا، طلعوا انه كل واحد فيكم اشط. في ايه بتقول لا تشمتي في بي عدوتي ان سقطت فساقوم، كيف بقوم؟ بقوه يسوع المسيح، وبس قوم لازم جسد المسيح يغمرني، والكنيسه لازم تكون محبه. وانا انا بشدد دائما، نحن ما عم نحكي هلا لانه مرقه القصه بسوريا، عم نحكي لبنان، مصر، عراق، فلسطين، وين ما كان، كنيسه هي للزانيه. اذا انا وقت استقبلتني الكنيسه انا كنت زاني، كان في عندها يا ترجمني وتطلع فيها يا تغمرني بمحبتها. ما في حدا يجي يسوع طهر لي بدمه ومات عن خطيتي وخطيتي وخطيت خيك، وهيك يجي حدا يتطلع فيه ويقول لي شيل الشوكه بعينك، لانه الرب رح يقول له انت شيل الشوكه بعينك قبل تقدر تشوف خيك بعيوني، يصفوا عيونك وبعيون يسوع نشوف بعض. بقى بالنسبه لي واضحه هيدا الشيء، عم نشجع بعض فيه وعم نوعي بعض على هيدا الموضوع. حابب نورك تقول شيء. يس انا بما انه اليوم حلقتنا عن الصلاه وانك تمار، انا بقدر اول شيء ما بدي مع الهوا بدي احكي، بس انا بقدر حساسيه الوضع وجرأتك انك انت شاركتي هيدا الشيء على الهوا. انا اليوم بدي اوجه رساله لشعب الليبان، عم نصلي للشرق الاوسط وعم نصلي لهدول الناس، بغض النظر شو هو انتمائك صلي لسوريا. قريت آية بالبداية رواد كثير أنا بحبها وكثير دائما لما نصلي لسوريا بقول إنه وزع خبره في جميع سوريا. أنا بؤمن إنه هيدي الآية هي وعد متجدد لبلدي، وأنا بؤمن إنه خبر الرب رح يزيع في بلدنا سوريا. بس لما أولاد الرب، وهيدا الشيء اللي بيحزنني وهيدا الشيء اللي بيألمني، ببلشوا يصلوا من دون انتماء، ببلشوا يصلوا لانتمائهم الحقيقي اللي هو ملكوت الله، بغض النظر نحن شو انتمائنا ولا شو هو فكرنا، هيدا الشيء كل انسان حر برايه، كل انسان حر شو الطريق اللي بده ياخده، بس حرام انه نحن بالكنيسه اليوم عم ننقسم تجاه هيدا الشيء، لانه اليوم يوم صلاه ولانه الناس عم تصلي ولانه الناس بتضل تقول على الفيسبوك تعالوا نصلي للبلد. انا اليوم حابب اوجه دعوه
مو بس نصلي لأخوة لتمار الصغير لحتى ربنا يتدخل، لكن نصلي لبلدنا كلها، لأنه لبلدنا تدخل، لأنه نحن عم نفقد بلدنا، عم نفقد شباب كثيرين من شباب بلدنا. فياريت أنه نصلي من دون ما ننتمي لجهة معينة، من دون ما أنه ناخذ طرف، أو لأن هيدا من هيداك الطرف فأنا ما بدي صلي له. ربنا ما قال هيك، مثل ما قال أحبوا أعدائكم، صلوا لأجل مضطهديكم ولاعينيكم. فبظن أنه أقل شيء أخ لنا بالمسيحية أنه نحن نصلي له. نحن لسه، نحن كلنا جسد المسيح، وفي أي كتير بتحبها بتقول إذا عضو عم يتألم يعني كل الجسد عم يتألم. ما بدنا نجزئ جسد المسيح، بدنا كلنا ندعم بعض ونصلي لبعض بالرغم من ما شو كانت كل هالقصص البشر اللي اخترعوها، هذا ما أنا موجودة عند الرب، شفنا كلنا مثل بعضنا. أكيد. شو رأيكم بالوقت اللي رح نصلي فيه، رح نرنم ترنيمة مباشرة من صلي من بعدها، حبك يفوق كل حب، اللي نحن نطلبه حب يسوع لنا كلنا. نطلب 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 ومرات بننسى، بس انت ما بتنسى. مرات بنكون سهرانين بنحب اصحابنا بس بننعس، بس انت ما بتنام. تمار بين ايديك، عائلتها بين ايديك، وخيها بين ايديك، كل مجروح بين ايديك، كل مخطوف بين ايديك، بين ايدين يسوع المسيح. كثير اختبارات يا رب سمعناها عن ناس انحبسوا، ضاعوا، راحوا، انجلدوا، بس كانوا عم بيشوفوك بوسط الظلام. هلأ نطلب بقوة بقوة بقوة، مثل ما قال يوسف عن تمار، بيشوف رائحة المسيح الزكية بانكسارنا وبتوبتنا وبضعفنا.
تطير هالريحة، ريحتك العظيمة الزكية، ريحة المسيح لعند خيالها تمار ولعند كل واحد محبوس أو ما بعرف وينه يا رب، ما بعرف خيال وين، ما بنقدر نحكي، بس حتى بصلي للحديث ليشموا رائحة المسيح الزكية. بأوقات ضعف يا رب اللي كنت محبوس فيها، ولو أنا برات الحبس بس محبوس، كنت بمحلات بصلوات أخوتي وبصلاتي لإلك عم شم رائحة المسيح الزكية. بترجيك يا رب باركن لهالعائلة، تحررن ونخبر عن انتصارات بحياتنا. بارك نور، تبارك عائلته، تبارك أخته، بارك جيني مروان عائلتها، باركني أنا وماريان، بارك لو رولا ولادهم، كلود عائلته، ميرنا وعائلتهم، كل أشخاصهم، فؤاد، إلي، يا رب أنا رح أنسى، جهاد، ما بعرف، شربل، كلهم، مارون، ريتا، جورج، نانسي، كلهم يا رب، كل الأشخاص، سات سفن كلها، بترجيك تبارك تبارك تبارك، تقوينا نكون رجال ونساء وأولاد صلاة، تتهز سات سفن مملكة إبليس ويندعس وتكون سات سفن منارة، بلا صلاة رح يكون الأوقات ضعيفة وما توصال يا رب بقوة، بس بصلاة وباسمك العظيم يسوع وبدمك رح تكسر قيود وسلاسل. بشكرك على كل شخص وبذكر فراس من سوريا، من دايا، مينا من مصر، سارة من لبنان لألها ولأهلها، وبذكر يا رب أفرام، وبذكر جاندارك أمه لفايز وفايز وهبة وسلام اللي بحبهم كثير وكل الأشخاص اللي بحبها. أنا يا رب ما رح أتحمل، عندي صار كثير جود، كلهم كلهم صار عندي كتير أشخاص رح أنسى، بس أنت يا رب ما تنسى ولا شخص. ولك المجد باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد، أمين. لكن خلصت الحلقة، بتجي لعنا مريان، كانت الحلقة رائعة. قبل الحلقة كانت الجوز محضرة موضوع ونحنا ما كنا محضرين والجوز ما قدرت أجيت، ونحنا صلينا وقلنا بس روح القدس ينطق من خلالنا ونحكي كلمة الرب، حلقة رح تكون عظيمة. وأنا مأكد مأكد كلمة الرب هزت هزتنا، لمستنا ولمست اللي عم يحضر. حلقتنا خميس الجاي مزبوط، قدي بعدنا وقت، بعد معنا وقت، ما بعرف شو حابين توجهوا لحدا أو شو. أنا كتير كتير بسطت بالقعدة معكم، نحن كمان حديث حلو وعميق، وبتمنى يكونوا كمان عن جد المشاهدين تستفادوا أكيد. و وناطرين ناطرين اسبوع الجاي انه تبقى تحكونا على سكايب بليز، وهالايباد يمشي بقى ونعرف المشيئة والكفسة انه معها، ناطرين اتصالاتكم بليز وايميلاتكم، كثير متشجع وقتها بيجي ايميلات واتصال، وفيسبوك ما عم ننسى شيء، عم نقرا كل شيء، واسماساتكم اسبوع الجاي رح تكون نقريها على الهواء. بليز كونوا معنا وبعتوا، في كثير امور جديدة رح نفتحها، وبدنا نقول لكم بالاخر باي، نشوفكم الأسبوع الجاي، لكن باي باي.